لا 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 استاذ راضي استاذ راضي احنا بقطع زي 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 انما كده انت ايه هترسم جبل الضرب ولا ايه؟ ما تقلقش والله العظيم هتطلع زي الفل. المهم احنا هنعوز دقيق تاني على فكره. حاضر من هناك استاذ جلال. اه يا بابا اخر شويه لنا اهو. طيب شكرا شكرا يا حبيبي. اه رزق هنحتاج تستضيفنا بكره شويه كمان. بس كده عيني انت تؤمر يا استاذ جلال. روح شوف شغلك يا واد يا رزق. وانت اشتغل يا بنت. ما انا بشتغل اهو يا اما مالك؟ وما انا عملت حاجه؟ اشتغل يا عد. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت ما فيش اي احساس بالمسؤوليه؟ مش خايفه على بطنك؟ في ايه يا مجدي؟ في ايه يا ابني؟ داخل عايزك مخبرين كده ليه؟ بقول لك ايه يا مرادي؟ ما تتدخليش انا بتكلم مع جماعتي. انت جنن؟ ايه؟ بكلم امي كده ازاي؟ راضي 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 راضي. استنوا يا جماعه، ايه يا مجدي في ايه؟ هو انا مش امرتك ما تنزليش هنا تاني؟ وانا قلت لك اني نازله اساعد امي واخويا. وانا جوزك وبقول لك ما تنزليش ولا تساعد ابوكي ولا امك ولا اخوكي. يلا نجري قدامي. نازل ايدك وتامر مين؟ راح راح يا جماعه راح راح راضي راضي خليني بقى اخد وعطى مش كده يا استاذ في ايه؟ امشي ربنا احسن لك. يبقى انت بقى لازمك تسمعها قصاد الكل يا مجدي. انا مش هاكل ابني لقمه من فلوس مكتبك دي يا متر، واظن انت فاهمني كويس. وما تخلينيش افسر قدام الناس. فسري ايه يا بت؟ فسري ايه؟ ماله المكتب اللي شغال فيه؟ ما تتكلمي. لا بعد انت كده اتجنيتي. خلي بالك انت كده بتخرجي عن طوعك. قسما بالله قسما بالله هضربك. تخرج عن طوعك ايه يا ابني؟ دي مراتك وبنت ناس، يعني ما اشتريتهاش بفلوسك، ما تخصمهاش على حاجه. اضرب مين؟ تضرب مين؟ انت جننت؟ انت مش واصل عليها، انت فاهم؟ صلوا على النبي يا جماعه. في ايه؟ راضي راضي بعد ايه يا بت؟ في بس دي مراتك برضه مش عامده. انت مالك انت يا اخي؟ بتتدخل في حاجه ما تخصكش ليه؟ ما تحترم سنك. انا هحترم سنك. هحترم سني. جلال جلال لا لا اهدى اهدى يا جلال. راضي احترم سني. اهدى اهدى. ماشي يا فاطمه ماشي، لينا بيت نتكلم فيه براحتنا.